السلام عليكم، مرحبا شباب. معكم الأستاذ أحمد السيد، مدرس مادة الأخلاق للصف التاسع. رح نبلش إن شاء الله مع بعضنا بدراسة كتاب دين كولتور أخلاق بالجيلاري للصف التاسع. الكتاب عموما بتحدث عن العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية تعني أي ما يجب على الإنسان أن يعتقده في حق الله عز وجل وصفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل. أيضا تتحدث عن الأخلاق بشكل عام، لكن في الصف التاسع تتميز دراسة العقيدة في هذا الكتاب يا شباب. عندنا دراسة العقيدة تنقسم إلى قسمين، في شيء اسمه دراسة العقيدة بالنقل وفي شيء اسمه دراسة العقيدة بالعقل. ما معنى بالعقل وبالنقل؟ بالعقل بالنقل أول شيء مثلا الدليل على وجود الله عز وجل، نجيب آية من القرآن أو نجيب حديث نبوي إنه الله عز وجل واحد، مثلا قل هو الله أحد، الله عز وجل واحد لا شريك له، لا إله إلا الله. هذه الآيات أو الأدلة على وجود الله عز وجل تسمى الأدلة النقلية، يعني تنقل من الكتاب أو من الحديث، الكتاب مقصود فيه القرآن، أو من السنة اللي هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في هذا الكتاب يمتاز بحث العقيدة بأنه عم بيتكلم عن أدلة العقيدة بالعقل وليس بالنقل. طبعا بيجيب آية، بيجيب أدلة على وجود الله، مثلا صفات الله، قدرة الله إلى آخره، لكن أيضا بيعتمد اعتماد كبير على النقل، عفوا الأدلة العقلية، بمعنى إثبات وجود الله عز وجل بواسطة العقل. إن شاء الله من خلال الدروس القادمة بنفهم هذا الموضوع أكثر، لكن حاليا اللي بدنا نشرحه أو نفهمه بهذه الفقرة أنه الأدلة العقلية التي تعتمد على العقل، لأن الإنسان الكافر لا يؤمن ذاتا بالقرآن ولا بالسنة، فكيف بدك تثبت له وجود الله عز وجل تقول له رب العالمين قال في القرآن كذا كذا، ذاتا هو أصلا ما مؤمن بالقرآن، أصلا ما مؤمن بالإيمان بالسنة ولا بالله عز وجل، ذاتا أصلا هو يعتقد أن هذا الكون لا موجد له، أن هذا الكون لا إله له، فتجي تقول له قال الله أو قال رسول الله، هو ما بيؤمن بهذا الشيء. فجاء العلماء بأدلة عقلية يستطيع أي إنسان أن يفكر بهذه الأدلة فيصل إلى أن الله عز وجل موجود وأنه واحد وأنه لا شريك له إلى آخره. فأضافوا إلى جانب الأدلة النقلية اللي هي القرآن والسنة الأدلة العقلية، ورح نشوف إن شاء الله من خلال دراسة هذا الكتاب هذه الأمور ونفهمها أكثر. الوحدة الأولى رح نبلش فيها اليوم برينجي يونيتا بيلجي وإينانش، المعرفة والاعتقاد. إينانش بمعنى الاعتقاد أو التصديق، والبيلجي هي المعرفة. طيب الدرس الأول، نعم الدرس الأول صفحة 12 بيقول إسلام دا بيلجينين كاينا كلارو، مصادر المعرفة في الإسلام. فنلاحظ من بداية الدرس عم بيحكي على مصادر المعرفة، فبده يدخل بأول مثل مقدمة، يعني أول صفحتين بده يتكلم عن أمور عقلية، يتكلم عن أمور شوي يمكن يدخل بالفلسفة، لكن نحن ناخذ الشيء المهم، تعاريف ويعني الشيء المختصر المهم اللي بيفيدنا بهذا البحث. ممكن هو يعني الكتاب تكلم في بعض الأحيان عن أشياء يعني أطال فيها بموضوع ذكر العقل وأدلة العقلية وهي الأمور، مشان يوصلنا للنتيجة اللي كنا عم نحكي عليها، إنه العقيدة الإسلامية لا تخالف العقل، وجود الله عز وجل لا يخالف العقل، الإيمان بالملائكة والغيب والقبر واليوم الآخر، إنه هذه الأشياء لا تخالف العقل، بده يثبت لنا إياها من خلال الأدلة المنطقية العقلية. ربما يدخل شوي على موضوع الفلسفة، على كل ما رح يطول في هذا الموضوع، عبارة عن مقدمة صغيرة عامل صفحتين، نحن رح نشرح المهم. طبعا راح نترجم المتن كاملا، انت عليك انه تجيب قلم معك ومع وبالكتاب تترجم الكلمات الغريبه، الجمل اذا شفت في جمله صعبه عليك ترجمها كامله، نحن راح نقرا مثل ما قلنا ونترجم، زائد انه تلخص. التلخيص ده يكون من خلال على الشغلات اللي بدنا نركز عليها نحن من خلال اعطاء الدرس، حط خط تحته، وبعد ما تخلص الوحده بنحل اسئله الوحده، والمادة إن شاء الله ما هي صعبة، بسيطة نظرية، يعني تعتمد أكثر شيء على الترجمة وشرح بعض الأمور اللي تحتاج إلى ترجمة أو إلى شرح. طيب
طيب فأول شيء ببلش فيه عم بيقول إسلامدا bilginin kaynakları مصادر المعرفة في الإسلام. يعني الإسلام من أين يعتمد، على إيش يعتمد، على أي مصادر يعتمد لما بده ينقل المعلومة. يعني مثلا نضرب مثال، عندي أنا مثلا في الإسلام في أحاديث نبوية، ما هيك؟ نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. طيب هذا الحديث منين مصدره؟ منين وصلني هذا الحديث؟ يعني بيني أنا وبين النبي عليه الصلاة والسلام حاليا في 1400 سنة، 1400 سنة بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، من وين وصلتني مصدر هاي المعلومة إنه قال رسول الله كذا كذا كذا؟ هاي المعلومة صلى 1400 سنة، هل يا ترى خلال هال 1400 سنة وصلتني هذه المعلومة من طريق صحيح، ما فيه كان تغيير، ما كان فيه تحريف؟ يعني يا ترى هل حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث؟ شلون بدي أتأكد من هذا الشيء؟ بده يشرح لنا عن هذا الأمر من خلال مصادر المعرفة عند الإسلام أو في الإسلام، لكن بطريق عقلي، بالطريق المنطقي، مثل ما قلنا في نقلي وفي عقلي. طيب فبيبلش أول شيء بيقول ديشنالي نيو نفكر سيز جابيل جينيدر، برأيكم ما هي المعرفة أو ما معنى المعرفة؟ هانجي كاينات لاردان بيلجي إدينيريز، من أي مصادر تكتسب المعرفة؟ أركضش لرنز لا ترتشنز، ناقشوا ذلك مع أصدقائكم. بنبلش بالفقرة الأولى، بيقول إنسان var olduğu günden itibaren، يعني اعتبارا من اليوم الذي ولد فيه أو خلق فيه الإنسان، gerek kendini gerekse içinde bulunduğu dış dünyayı tanımaya ve bilmeye çalışan bir varlıktır. أي هو مخلوق، من أول ما ولد، من اليوم الذي وجد فيه الإنسان، فإنه يسعى إلى المعرفة والعلم، إن كان في ذاته وإن كان في العالم الخارجي المحيط به. يعني إن كان يتساءل الإنسان دائما عن ذاته، كيف خلق، عن الأجهزة اللي في داخل الإنسان، القلب كيف يعمل، العقل، الروح، يعني الأشياء داخل الإنسان، يحب الإنسان أن يتعرف على هذه الأشياء وأيضا على الأشياء المحيطة من حوله التي هي في العالم الخارجي، يعني الكون، الطبيعة، المطر، الشمس، القمر. يعني دائما الإنسان يتساءل عن هذه الأشياء ويسعى إلى معرفة المعرفة وإلى الاكتشاف. كان دي إيش دنيا صنو، يعني ذاته داخل الإنسان، algıladığı gibi، يعني كما يدرك ذاته الداخلية، kendi dışındaki dış dünyayı nesneleri de algılar، فإنه يدرك أيضا الأشياء التي هي موجودة في العالم الخارجي. İnsanın gösterdiği bu çaba kendi varlığını, gücünü ve alemdeki yerini belirlemek amacına yöneliktir. يوجه أو يقصد الإنسان بهذا الجهد إلى أن يتعرف على ذاته، وجوده، يعني gücünü، يعني قوته، والعالم الذي يعيش به. İnsanın bu tanıma ve algılama faaliyetine bilme، يعني يقال لهذه الفعالية اللي هي الإدراك والعلم، ماذا يقال له؟ بالما، بمعنى العلم، يعني هذا التعرف، هذا الجهد في الاكتشاف والتعرف على ما حوله الإنسان والتعرف على ذاته، إيش يسمى؟ يسمى بالما، يعني العلم. الدائ دلان أرناه دا بلجي أضو فيريلر، أما النتيجة التي يتوصل إليها الإنسان، التي اكتسبها الإنسان، تسمى المعرفة. إذا في عندنا مصطلحين هون، البلجي المعرفة والبلما العلم. بذل الجهد في التعلم اسمه علم بالما، الوصول إلى النتيجة اسمه بلجي المعرفة. يعني مثلا الإنسان يحاول أن يتعلم شيء، مثلا بيضرب مثال بعلم الفيزياء، بيقول لك المعادن تتمدد بالحرارة، تمام؟ هي نتيجة اللي نسميها الله، مثل ما سماهم بلجي، نتيجة أنه المعادن تتمدد بالحرارة، إذا بنتذكر هاي المعلومة بالفيزياء، بيقول لك نتيجة أن المعادن تتمدد بالحرارة. هاي النتيجة كان في شغل قبلها لحتى وصلتنا لهي النتيجة، هذا الشغل كان اسمه علم، إدراك، معرفة، تعرف. إيش هو هذا المعرفة أو الإدراك؟ قال جابوا العلماء مثلا نوع من أنواع المعادن، حديد، لنقل الحديد، فعرضوا للحرارة فملاقوا أنه هذا الحديد تمدد، كان طوله 10 سنتي صار طوله 15 سنتي، تمام؟ فراحوا جابوا معدن آخر، النحاس، مددوا كمان تمدد، راحوا جابوا معدن آخر، ذهب، راحوا جابوا الفضة، راحوا جابوا بلاتين، راحوا جابوا أنواع عدة من المعادن، فلاقوا أنه كل المعادن تتمدد بالحرارة، إذا عرضت الحرارة تتمدد. هاي العملية، هاي الفعالية تبعت إيش؟
التعلم والتعرف والاكتشاف تسمى علم، يعني عم يدرك الآن عم يتعلم شيء فاسمه علم. لما وصل لنتيجة حط لنا قاعدة قال كل المعادن تتمدد بالحرارة، هاي النتيجة اللي وصل لها إيش اسمها؟ بلقي، يعني معرفة. طيب هي عبارة عن تقسيمات بس منطقية، تعدادات نحن ما رح نوقف عليهم يا شباب، بس مشان نفهم ونحفظ إنه الإدراك والتعرف إيش اسمه؟ بلمة، المعلومة التي نصل إليها اسمها بلقي. بالجينين قولوا شمو تشكل المعرفة سورة جندا، يعني في عملية تشكل المعرفة إكي أجا فاردر، يوجد عندنا عنصرين، الأجا عنصر، إذا لتشكل المعرفة يوجد عنصرين، بيري يعني واحد من هذه العناصر الأول منها، ألغليان يعني المدرك، بلان المتعرف يعني إنسان، من هو الذي يدرك؟ من هو الذي يتعرف ويعمل؟ هو الإنسان. إذا العنصر الأول من عناصر المعرفة هو الإنسان. دياري يعني العنصر الثاني، دياري إسا بيلينان يعني الشيء المعروف، أرشترولان يعني الشيء الذي نبحث عنه، كانديسينا يونالينان شيدر الشيء الذي نوجهه إلى أنفسنا، مثل ما ضربنا مثلا في مثال المعادن تتمدد بالحرارة. العنصر الأول هو الإنسان الذي يبحث، العنصر الثاني هو الشيء الذي نبحث عنه اللي هي المعادن، تمام؟ فالعنصر الأول الإنسان، العنصر الثاني هو المعدن المبحوث عنه، فصار عندنا عنصرين لكي تتشكل عندنا المعرفة لابد من عنصرين، شيء منطقي شيء بديهي يعني، بس مشان الترجمة نحن عم نوقف عليه. العنصر الأول هو الإنسان، العنصر الثاني هو الشيء اللي عم يبحث عنه الإنسان. طيب هلا بده يسمي لنا العنصر الأول اللي هو الإنسان، شو اسمه بالمصطلح العلمي؟ يعني بالبحوث العلمية والمصطلحات العلمية إيش بسموه الباحث اللي هو الإنسان، وإيش بسموه الشيء المبحوث عنه مثلا مثل ما ضربنا مثال عن المعادن. ففي مصطلح علمي بيطلق على الإنسان ومصطلح علمي يطلق على الشيء المبحوث عنه. فبيقول بوسورشتا في هذه العملية بيلان، مين هو البيلان الذي يتعرف؟ الإنسان. بيلان فارلوا أزنا سجا، يعني الإنسان يقال له الباحث، يعني الأذنة الفاعل الذي يفعل البحث إيش اسمه؟ سجة بين أوسين. بيلينان الشيء اللي عم نتعرف عليه مثل ما ضربنا مثال في المعادن، بيلينان فارلغا نسنا، نسنا يعني الشيء الأمر الذي نبحث عنه، أبجة دينير يعني يقال له أبجة. فصار في عنا مصطلحين، إذا عناصر المعرفة تنتين، واحدة سجة اللي هي الإنسان الباحث، وحدة أبجة اللي هي الشيء المبحوث عنه. طيب هدول بس مشان نحفظ تعاريفهم مو أكثر. الآن بلقي المعرفة رنما أرشترما جوزلما و ديني يولويلا الدا إديلان إنسان ذكاء سنون و تشالشما سنون سنوجو أورتايا تشيكان إرونا دينير، يقال للمعرفة التي تكتسب عن طريق النتيجة التي تخرج من جهد الإنسان وذكائه عن طريق التجربة والمشاهدة والبحث والتعلم يقال لها بلقي، تمام؟ إذا المعلومة التي رجع كررها حكيناها فوق، رجع كررها هنا بقول بلقي اللي هي المعرفة. إيش هي المعرفة؟ هي النتيجة التي توصل إليها الإنسان من خلال جهده وعمله ومن خلال الذكاء البشري عن طريق إيش؟ هدول طريق المعرفة، طريق البلقي إيش هنين؟ الأورنما التعلم، الأرشترما البحث، جوزلما الجوزلما الجوزلم هو المشاهدة، مثل ما قلنا مثلا بيعمل بالمختبرات بيختبر أشياء بيكتشف أشياء فبيشاهد النتائج، الجوزلم هي اسمها. والدني اللي هي التجربة، التجربة والمشاهدة والبحث والتعلم بطريق هذه الأشياء النتيجة التي نتوصل إليها ماذا نقول عنها؟ بلقي يعني المعرفة. لأن دش دنياي العالم الخارجي ديولا ريلا بأعضاء الحواس أو بالحواس الغليان وأقليلة دشنوب قرار فيران بيرفارلك أولارك إنسان، يعني الإنسان الذي يفكر أو يعطي القرار من خلال التفكير بعقله ومن خلال إدراكه بحواسه، لأن الإنسان يدرك بالحواس فيتعلم ويفكر بعقله فيتعلم. فعبيقول الإنسان الذي يعطي قرار بعد أن يفكر بعقله والذي يدرك الأشياء بحواسه كانديسي إلى إفرن أرسندكي ارتباط بلقي إلى جيرتشيك لشترير، يعني يستطيع أن يتحقق أو يصل إلى المعلومة من خلال إيش؟ علاقة الرابطة بينه وبين الكون. يعني الإنسان شلون بيصل إلى الحقائق؟ شلون بيتعلم؟ لما بكون في علاقة بينه وبين الكون، لما بده يتعلم
مثلا عملية التركيب الضوئي في النبات، بده يكتشف له علاقة مرتبطة بالنبات، لما بده يكتشف مثلا في عالم الحيوان انه هذا الحيوان يتغذى على هذا الحيوان، هذا الحيوان من خصائصه كذا وكذا، فبده يرتبط مع عالم الحيوان. فكل شيء بده يتعلمه الإنسان لابد له من أن يرتبط بالطبيعة، لابد له أن يرتبط بالكون. كل هذا الكلام تحصيل حاصل لحد الآن يا شباب، شيء بديهي، بس مشان نترجم الكلمات ونترجم النص نفهمه بشكل عام. لحد الآن ما في شيء عملي، شيء يعني بيستحق أنه مثلا نوقف عنه كتير، هي معلومات منطقية عقلية فقط، مشان بس يوصلنا للنتيجة الأخيرة اللي هي كيف نفكر بعقلنا بوجود الله عز وجل، كيف نصل إلى وجود الله عز وجل من ناحية العقل. فعم بحكي لنا أول شيء عن العلم والطرق التي توصل إلى المعلومة وهالأمور هاي. طيب الفقرة اللي بعدها بيقول إنسان تشوكيو لوبير فارلكتر، الإنسان ذا اتجاهات كثيرة، يعني له ميولات كثيرة واتجاهات كثيرة. بدرم هذا الوضع أو هذا الحال أولون بير بيريندا فاركتوسموت فسويوت فارلكلار لا إلشكي كروم مصنع صغلار، يعني هذا الاتجاهات هذه الكثيرة تجعل أو تضمن للإنسان إقامة علاقة إن كان مادية أو إن كان معنوية مع الموجودات. يعني شوفوا كلمة صمت وصيوت، الصمت هو الشيء المادي المحسوس، الشيء الذي نراه أو نسمعه أو نذوقه، الشيء الموجود يعني. الصيوت هو الشيء المعنوي لا نراه، مثل الروح، المحبة، الرحمة، هذول شغلات ما بنحسن نشوفها، ما هيك؟ يعني المحبة هي شيء موجود نراه بأعيننا، لا هذا شيء معنوي بس بنحس فيه جواتنا. فالصيوت هو الشيء المعنوي، الصمت هو الشيء المادي. بوندان دولايي بناء على ذلك إنسان إيتشين بيك تشوك بيلجيتورو فاردر، يوجد هناك عدة أنواع للإنسان، في أنواع مادية وأنواع معنوية نتعرف عليها. بو بيلجي هذه المعلومة تودلرينين، أنواع هذه المعلومات أرى لرندكي أورتا أورتاك نقطة، النقطة المشتركة بين هذه الأنواع المعرفة عند الإنسان أوزنا إلى نسنا، مثل ما قلنا من شوي الأوزنا هو الإنسان الفاعل، النسنا هو الأمر الذي نبحث عنه أو الذي نشاهده. إذن هي النقطة المشتركة بين هذه المعارف كلها هي الأوزنا والنسنا. أوزنا إلى نسنا أرصندا كورولان إليشكي سنوش أورتايا تشكمالاردر، هي النتائج التي تخرج من خلال علاقة الموضوع والفاعل. مثل ما قلنا الإنسان يبحث عن شيء فيصل إلى نتيجة، إذن علاقة كل أنواع المعرفة تعتمد على هذان العنصران اللي حكينا عنهم أيضا في الفقرة السابقة. بوباغلامدا بهذا المعنى بيلجي تورلري ألت باشلوك ألتوندا باشلوك ألتوندا توبلانا بيلير، ممكن أن نجمع العناوين الأساسية لأنواع العلوم في هذه الست أنواع. إذا أنواع العلوم بشكل عام هدول ممكن نحفظهم. بيقول أنواع العلوم تدخل تحت ست أصناف من أنواع العلوم. أول نوع جندليك بيلجي، هي المعلومات اليومية الحياتية اللي نعيشها كل يوم. إيش هي تعريفها الجندليك بيلجي؟ بيقول جندلوك يشمو كولاي لاشتران، الشغلات اللي بتسهل علينا أمور المعيشة. سنوتشلر كسين أولمايان، التي نتائجها لا تكون قطعية، يعني الشغلات العادية الحياة اليومية التي نعيشها نتائجها ما تكون قطعية. يعني مثلا متعودين مثلا أهل بلدة معينة على أنهم مثلا يزرعوا هذا الشيء، هذا النوع من أنواع المزروعات، ممكن يعني هل هذه المعرفة التي اكتسبوها في هذه الزراعة هل هي قطعية؟ يعني لا، ممكن يخطئوا، ممكن فيفشلوا، فبتلاقي رجعوا جربوا غير شيء، رجعوا جربوا شيء، لكن بتتم معلومات يومية، ممكن تنجح ممكن تفشل، فلذلك نتيجتها غير قطعية. يرارل هي مفيدة، أنجاك يونتمسيز لكن بدون منهج، وسيستمسيز بدون نظام بالجلاردر، إذن هي المعلومات التي تكون على غير منهج وعلى غير نظام لكن مفيدة ومعلومات غير قطعية وتسهل أمور المعيشة لدى الناس. الآن هون المهم هذا أنه نميز كل معلومة عن الأخرى بمصدرها. كاينالو دها تشوك ديو و دنيم لاردر، يعني مصدر هذه المعلومات اليومية إيشو بيكون؟ ديو هو الإحساس، أو الدنيم اللي هي التجارب، إذا بالتجربة يتوصل الإنسان إلى أشياء، أو بالأحاسيس ممكن أن يتوصل الإنسان إلى أشياء.
فإذا مصدر المهم هنا في هذا النوع الأول جندليك بيلجي أن مصدر وين؟ مصدر من الأحاسيس أو من التجارب. طيب ننتقل على المعلومة الثانية من أنواع المعارف، ديني بيلجي. الآن المعلومات الدينية، الآن معلومات الدينية ما بصير نقول سنوش لاريكسين أول مايان إنه معلومات غير قطعية أو نتائج غير قطعية، لأن هي من الله عز وجل لابد إنه تكون قطعية بالمية مية، مثل ما هلا حكينا. شوفوا شلون شوي شوي عم بيعملنا تمهيد مشان يوصلنا على المعلومات الدينية العقيدة الإسلامية. من شوي حكينا إنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النبي عليه السلام 1400 سنة، إيش بيأكد لي إنه هذا الحديث صحيح؟ الآن بيقول لي ديني بيلجي. شلون بحسن أحصل على المعلومة الدينية؟ هل يا ترى مثل الحياة اليومية ممكن تكون نتيجة غير صحيحة؟ هل يا ترى إنه تكون غير ممنهجة على غير سيستم أو يعني على غير نظام؟ لا ما بصير، لازم تكون دقيقة هذه المعلومة. إذا كان غير دقيقة فورا بقول هذا الحديث باطل برده. ليش؟ لأنه مخالف للنظام العلمي. فإذا كان كل شيء حديث نسمعه معناته صحيح؟ لا. طيب القرآن نفسه، أنا إيش بضمن لي إنه نفسه القرآن اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة علمية العلماء وضعوها حتى يتأكد الإنسان إنه هذا القرآن عن جد وصل من الله عز وجل بدليل لا شبهة فيه، ما في أدنى شك. هلا بدي أحكي عليه في الفقرة اللي بعدها. لكن هلا نشاهد إنه ديني بيلجي اللي هي المعلومات الدينية إيشو هي؟ عم بيقول يوجا يرى تجنون بيجامبرلر أرجليلا بيلدردي إنانش دير لرني وإبادت بيتشم لرني كبصيات. إذا هي المعلومات التي تحتوي على أشكال العبادة وكيفيتها، يعني هيئة العبادة والإيمان، والذي أعلمنا إياه الأنبياء أو أعلمنا عفوا إياه الله عز وجل، أوصله أو بلغه الله إلينا عن طريق مين؟ عن طريق الأنبياء. إذا الدين أصلا منين وصلنا؟ عن طريق الأنبياء. بهيجنبر لري أرج ليلة، يعني بواسطة أو عن طريق الأنبياء. إنسان إتش يشامونه، يعني حياة الإنسان. توبلامسال يشامون، يعني حياة المجتمع. جزان ليان كورالر، إذن هي القواعد التي تنظم حياة المجتمع وحياة الإنسان. إتشيران بالجيلاردر، هي المعلومات التي تنظم حياة المجتمع وحياة الإنسان. وبالجيلارين تماليندا إيمان فاردر، يعني من أساسيات هذا العلم هو الإيمان بالله عز وجل. بده يحكي عليه جي. طيب النوع الثالث من أنواع المعرفة صناعات بالجيسي، اللي هي المعرفة الفنون. الصناعات هي الفنون. أقول الفن على إيش يعتمد؟ إنسان فنان بمعنى أنه مثلا بيخترع شغلات، بيصنع شغلات، بيرسم. خلينا نقول رسام، الإنسان الرسام هذا لما بده يرسم على إيش بيعتمد؟ شوف أبي يقول سيزجية. السيزجي هو الحدث، يعني هيك بيجي إلهام من داخله، بتصور شيء فبيرسمه. سيزجية دوغيا على الإحساس، جوشكويا على المتعة والفرح. لازم يكون يعني الإنسان الشاعر مثلا أيضا فنان، الإنسان الرسام إذا كان مزعوج ومتضايق وكذا بيحسن يرسم رسمة حلوة، لا إذا ما كان عنده من جوا هيك معنويات عالية هي الجوشكو. جوشكويا ديانا، إذا تعتمد على المعنويات والسرور وتعتمد على الإحساس وتعتمد على الحس. شايفين نفرق بين كل معلومة على إيش تعتمد. صناتشي إلى يونالدي نسنا، يعني الفنان بين الفنان والشيء اللي هو عم بيخترعه أو عم بيرسمه. مثل ما قلنا الرسندكي الجدان دوان بالجيلاردر، إذن هي ما يتولد من علاقة بين الشيء الذي يريد أن يبحث عنه الإنسان أو أن يصنعه وبين الإنسان الذي هو الفنان نفسه. إذن كيف تنتج هذه، كيف ينتج هذا الفن عند الفنان؟ من خلال العلاقة التي تتولد بينه وبين الشيء الذي يشتغل به. تكنيك بيلجي اللي هي النوع الرابع من أنواع العلوم. تكنيك بيلجي المعرفة التقنية. دواداكي نسنالري بير أمانش يونليك أولاراك أراتش هالي نيجاتيرل، يعني هي الأشياء التي نحضرها من خلال أشياء الطبيعة، أشياء موجودة في الطبيعة، الشجر، النهر، الجبال، الأزهار، الأشياء الموجودة في الطبيعة. إذن هي الأشياء التقنية من أين مصدرها؟ من الطبيعة. دوغا اللي هي الطبيعة، دوغادا كينس نالري الأشياء الأمور الموجودة وين؟ في الطبيعة. بير أماتش يوناليك أولاراك أراتش هاري نيجاتيرا، يعني لأجل هدف معين أنا أحضر أشياء من الطبيعة حتى
أخترع أو أتوصل إلى شيء. مثلا نضرب مثال نحن عشان نفهم، بيقول مثلا من أشياء بالطبيعة، خلينا نقول الشجر، الشجر نحسن نستفيد منه بإيش؟ من خشبه. طيب بالخشب إيش بحسن بصنع؟ بصنع كثير شغلات، بصنع خزانة، بصنع سفينة من الخشب، بصنع أشياء كثيرة من مقعد، تمام؟ فبيقول هي أشياء من الطبيعة نحضرها لأجل هدف معين حتى نستفيد منه، تمام؟ إنسان حياتنا كلها الاشتران بالجلاردر هي المعلومات التي تسهل على الإنسان معيشته. مثل ما قلنا لما الإنسان بيستفيد من الطبيعة، من أخشابه، من ماء، بيساوي سدود، اخترعوا الكهرباء أيضا من الطبيعة. فكل هالأمور اخترعوها لأجل تسهيل حياة الإنسان، تسمى الأمور أو المعارف التقنية. بالمثال بلجي، هي كمان مهمة، النوع الخامس اللي هي المعلومات العلمية. بالمثال الشيء العلمي، من اسمه علمي، على ايش يعتمد؟ على التفكير، أهم شيء التفكير. بالمثال بلجي، إنسان توبلوم إنسانه توبلوم وأفريني أراشترما وإنجلما كونسو يابان، يعني هو الذي يبحث ويدرس في أمور الطبيعة والمجتمع والإنسان. بونلار أوزرين ده جزلما ديني وأقلا ديانارك، شايفين على إيش تعتمد؟ على العقل والتجربة والمشاهدة. ينتملي بير شكل ده بشكل ممنهج ومنظم. إل ده إديلان جزان لي بالجيلاردر، إذن هي المعلومات التي تنظم بشكل ممنهج وتعتمد على العقل والتجربة والمشاهدة في مواضيع دراسة والبحوثات التي تتعلق بالطبيعة أو الأفران من الكون والمجتمع والإنسان. طيب آخر شيء فلسفي بلجي، هي المعلومات الفلسفية. بيقول إنسان أفرنين نيتالي ويا بصوها كندا، في موضوع إيش؟ تأسيس أو صنع وماهية وصفة الكون، كيف جاء الكون، كيف يعمل هذا الكون، ما هو أصل الكون. شايفين هي أمور فلسفية. جوزلم لرا ديانارك دشون مسي سنوجو، إذا تعتمد على التفكير دشون ما والمراقبة والمشاهدة. ال ده إديلام بالجلاردر، إذا هي المعلومات التي تعتمد على هذه الأشياء اللي هي المشاهد والتفكير في إيش تتعلق في حق بناء أو صنع وماهية وصفة الكون والإنسان. يعني الفلاسفة عن إيش بيبحثوا أكثر شيء؟ عن الكون وعن الإنسان، أصل الإنسان، هل الإنسان مفكر، هل الإنسان غير مفكر، ما هو أصل الكون، إلى آخر هذه الأمور. طيب هون عملنا جدول لخصنا فيه هذا الكلام. عم يذكر لنا هون أول شيء بالجيترو نوع المعلومة، بعدها أذنى إلى نسلة، أرى صندوق إلشكي، علاقة الأذنى مع النسلة، الموضوع مع الفاعل اللي هو الإنسان والشيء المبحوث عنه، ما هي العلاقة أو الرابطة بينهما. بعدها أزلك، أزلك لك، والنسلة لك اللي هي الخصائص، يعني على إيش تعتمد هذه المعلومات. طيب نشوف نقراهن. جندليك بلجي للمعلومات اليومية، سيزجيفات دنيم تعتمد على الحدث، الحدث وعلى التجربة. قسما أزنل ونسنل، يعني منها ما تعتمد على الإنسان ومنها ما تعتمد على المواضيع حسب الشيء الكوني أو الشيء الحياتي الذي يعيشه الإنسان. ديني بلجي إنانش إيمان، إذن يعتمد على الإيمان. أزنل لنسنل هو أزنل، ليش؟ لأن الدين أمر شخصي، اعتقاد الإنسان نفسه، ما له علاقة بالموضوع، بالكون مثلا، بالشجر، بالحجر، تمام؟ فهو شيء أزنل، يعني يعتمد على الفاعل اللي هو الإنسان. تكنيك بلجي المعلومات التقنية، يتنيك وبجري، يعني تعتمد على المهارة والمهارة والتقنية. نسنل لأنه كل علاقة التقنية أنه تستفيد من الطبيعة، مثل ما قلنا بالشجر، من الحجر، من النبات، من الحيوان، فنسنل موضوعي يعني. صناعات بلجسي، الصناعات العلوم الفنية، هيال جوجو وسيزجي، تعتمد على الحدث وعلى الخيال، مثل ما قلنا الرسام على ايش بيعتمد؟ على خياله. طب هذا امر شخصي ولا كوني؟ بيعتمد على اشياء بالكون ولا على شيء من داخل الانسان خيالي؟ من داخل الانسان، مع تأذنل اللي هو الفاعل اللي هو الانسان. بالمثال بلجي المعلومات العلميه، جوزلام فيدناي، تعتمد على التجربه والمشاهده، ما دام قلنا علمي معناتها على كل مثلا العلم، الفيزياء، علم الكيمياء، الطب، هذا كله يعتمد على التجربه والمشاهده. ونسنل لانه يعتمد على الأشياء الموجودة في الطبيعة. فلسفي بلجي العلوم الفلسفية، أقل يورتما يعني بطريق العقل، أزنل لأنه شخصية مبينة من اسمه أن هي عقلية، إذا من ذات الإنسان هو الفاعل.
طيب هذا الجدول ملخص لهذا اللي ذكرناه فوق، إذا بتحفظوا هذا الجدول يعني يكفي، افهم النص واحفظ هذا الجدول ويكفي بإذن الله. طيب بنكمل. عم يقول الآن بعد ما عملنا هاي المقدمة، الآن بده يشرح لنا على العلم بشكل عام أو المعرفة بشكل عام، أقسام المعرفة. عم يقول إسلام دوشنجي سندا في فكر الإسلامي بلغي المعرفة أنجن النميلة بمفهومها العام قديم بلغي ظهارس بلغي أولمات وزراء إيكيا أيرلر، يعني تنقسم إلى قسمين. المعرفة في الفكر الإسلامي بشكل عام تنقسم إلى معرفين، واحد نوعين. النوع الأول قديم بلغي اللي هي المعلومات القديمة أو المعرفة القديمة، ظهارس بلغي المعرفة الحديثة أو الحادثة أو الحديثة الحادثة. هلا بنشرح ايش يعني الحادث وايش يعني القديم. هدول الكلمتين عربيات طبعا، قديم معروف، الحادث الشيء الجديد، القديم هو الذي سبق يعني شيء قديم شيء سابق، ما هيك؟ الحادث هو الشيء الذي يكون لاحقا يعني ما يحدث جديدا. طيب عم يقول قديم بلغي، التقسيم الاول المعرفة القديمة او المعلومة القديمة، يجي الله جل جلاله ذاته إلى بيرلك تبلنا بالقدر، إذا هي المعلومات التي تتعلق بذات الله عز وجل. لأن يا شباب بالعقيدة الإسلامية نركز على هالمصطلحين، حادث بلقي والقديم بلقي، العلم القديم والعلم الحادث. العلم القديم هذا فقط لله عز وجل، ليش؟ لأن الله عز وجل هو القديم، فلا أحد يعرف كل ما سبق إلا مين؟ إلا الله عز وجل. أما الإنسان يعرف ما سيحدث، ما يحدث الآن يعرف، الشيء الحادث، شايف من اسمه، الشيء الحادث يتعلق بالإنسان، الشيء القديم يتعلق بمين؟ يتعلق بالله عز وجل. طيب، قديم بلقي، فهادث بلقي، أولمك إذا رأينا ينقسم إلى قسمين، ليه حكي لنا أول شيء عن العلم القديم. طيب يا شباب، منوقف عند العلم الحادث والعلم القديم، بده تركيز شوي، مشان إذا انتهى يعني بقينا نشرح لبين ما تخلص الفقرة، يعني هو بس هاي أول صفحتين شوي فيهم أمور فلسفية وعقلية بدأ نطول بالنا فيهم، وبعدها إن شاء الله لما ببلش بمصادر المعرفة بيعدهم أمور سهلة إن شاء الله منسرع في الشرح. إذا الدرس القادم إن شاء الله نلتقي بنتكلم فورا عن تقسيم العلم القديم والعلم الحادث، لأني فيه كلام يعني الله أعلم العقل يعني الأمور العقلية شوي صعبة. خلينا نركز بالصفحة الأولى مثل ما قلنا يا شباب، طالعوا الكلمات الغريبة والجمل الغريبة، حفظوا هدول التعاريف وكل نوع من الأنواع المعرفة على إيش يعتمد، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم نتكلم عن أنواع المعرفة، العلم القديم والعلم الحادث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.